طب ممكن قبل ما اعرف العشر اضعاف وهنكمل الملف ده معانا نجم كبير كنا لسه بنتكلم عنه، احنا سعداء بانه هو بطل فيلم بره المنهج. الله. الفنان الكبير ماجد الكدواني، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا، ازيك يا استاذ ماجد؟ اهلا بيك يا استاذ ماجد. ربنا يخليك يا استاذ خالد، ومبروك مبروك الفيلم، وان شاء الله يعني جوائز جوائز يكون من حظ هذا الفيلم اللي بيمثل مصر كعرض اول في يعني مهرجان لاول مره بيقام، مهرجان البحر الاحمر. واعتقد ان العلاقه بينك وبين الاستاذ عمرو ليها طابع خاص، اكتشاف متبادل. يعني انا اصلا متفاجئ ان استاذ ماجد معانا. استاذ ماجد بيتفادى جدا كل الاحاديث الصحفيه، وصلنا له بصعوبه. لا وانا يعني انا حاسس بصراحه ان انا عايز اشكره جدا ان هو وافق يعمل كده. اول ما عرف ان انت جاي مش علشاني ولا عشان كريمه، اول ما عرف انك جاي وافق. شكرا يا استاذ ماجد. حبيبي انا اللي بشكرك وما تشكرنيش، ده اقل من الواجب يعني. وبشكر الاستاذه كريمه جدا على الكلام الحلو اللي حضرتك قلتيه دوت. حضرتك منورنا وتستاهل الدنيا كلها استاذ ماجد. الحقيقه شهادتنا كلنا بصراحه يعني مش ممكن تكون مجروحه، لان قيمتك الفنيه وابداعاتك بتتكلم طول الوقت. لكن العلاقه بينك وبين استاذ عمرو هي علاقه منفعه متبادله بصراحه، هي في علاقه كان في ليها رابط خفي، سواء كان في النقاش ما قبل العمل او في شكل العمل النهائي. كانت في الفيلم ده عامله ازاي؟ هو طبعا انا يعني ليا رصيد عظيم، انا فخور بيه جدا مع الاستاذ عمرو سلامه، يعني من اول فيلم اسماء والشيخ جاكسون، والحمد لله وربنا بيكملها ببره المنهج. بره المنهج فيلم جديد. علاقتي بالاستاذ عمرو، اصل الاستاذ عمرو مخرج حساس جدا جدا وفي قمه ذكائه في التعامل مع الممثل، يعني فاهم جدا يتعامل مع كل ممثل ازاي، وده انا بيريحني قوي، لان وانا شغال معاه بحس بامان رهيب جدا، بحس ان انا سايب نفسي تماما، لاني حاسس بامان وواثق في هذا المخرج اللي بيحركني، اللي شايف الفيلم كله يعني. طبعا فيلم بره المنهج فيلم نوعيه جديده، انا عارف ان هيكون نوعيه جديده ان شاء الله، ان شاء الله باذن ربنا يعني، لانه هو كمان الاستاذ عمرو الحقيقه يعني الفكره مولوده من في دماغه من زمان، وانا عارف انه هيكون فيلم مختلف تماما ان شاء الله ان شاء الله ببركه الله. لقيت فيه ايه يا استاذ ماجد؟ يعني ايه اكتر حاجه لما قريت السيناريو شفت الفيلم ده رايح حته تانية؟ هو يعني هو منطقه وعلى فكره الاستاذ عمرو لما حكاه لي زمان الفكره تطورت جدا عند التنفيذ، لانه تقريبا صح يا عمرو حكيته لي من 4 سنين تقريبا يعني، يمكن اكتر كمان يا ماجد، يعني يمكن ويمكن من اكتر. صحيح من 2014 7 سنين. بالظبط صح 7 سنين. اجابتي على سؤال حضرتك يا استاذ خيري انه انا اكتشفت انه الفيلم ده فعلا رايح في حته ثانيه، لان الشخصيه هي مش يعني مش فزعه على قد ما هي عميقه جدا. انا مش بعرف احكي الافلام، هو الفيلم ده ما يتحكيش الحقيقه اكيد صعب. بس ما رفضتوش انت؟ عاده بترفض اولا وبعدين نتفاهم، ده رفضته اولا ولا قبلته على طول؟ لا ده قبلته من اول ما اتحكت لي الفكره، لكن ضايقت الاستاذ عمرو شويه عند التنفيذ، بقى قعدت اسال اسئله كتير وانا موسوس شويه. هو قال ان انت ممكن تقعد تتناقش في مشهد لمده سنه، ده حقيقي يا استاذ ماجد؟ حقيقي لحد ما انا صدقه يعني، لازم انا ابقى انا شويه يعني مش عايز اقول OCD، لكن بحب شغلي وبحب التفاصيل، لان هي المهنه مهنه تفاصيل، والتصديق مش هيجي غير من التفاصيل، فلازم انا اكون الاول انا مصدق جدا وعندي كل المبررات والفيلم كله يعني، واخد حضرتك؟ فيمكن انا شويه بشتغل على التفاصيل كتير، فده اللي بيخليني مزعج احيانا الى بعض المخرجين. بس الاستاذ عمرو بقى يعني ربنا يبارك. لا ده كان بيقول دي ميزه على فكره، ميزة ان للدرجه دي بتدخلوا الشغل وتبقوا مرتاحين جدا، لان كل تفاصيل الشخصيه وابعادها مدروسه بدقه شديده، فبتدخلوا الشغل وانتم مرتاحين. ده انا على طول بقول الجمله دي، يا ريت كل الناس ماجد الكدواني، والله بجد مش كل الممثلين ماجد الكدواني، يا ريت كل الناس ماجد الكدواني. على فكره المشاهدين نفسهم لما بنتفرج على ماجد الكدواني بنبقى حاسين قد ايه هو باذل جهد في الشخصيه، صح؟ انه مش رايح يمثل، صح. لا هو جزء من الشخصيه بجد، ولازم يلاقي مدخل يعني في وجوده. قبل ما يقفل استاذ ماجد عنده حاجه ذكيه جدا في دخوله للشخصيه، لازم يلاقي في الشخصيه حاجه تمسه هو، يعني لازم يلاقي في الشخصيه حاجه منه،
حتى لو كانت حاجه حساها وهو عنده 10 سنين او 7 سنين، حتى لو يرجع يكلم يعني يا ساعات. ده شيء مجهد جدا ده. ساعات ماجد بيعمل حاجه انه ممكن بجد نقعد قاعده بيحكي لي عن تفاصيل حياته سابقا كتير جدا عشان امسك له الحته اللي اقول له ايوه هي دي شبه الشخصيه، هي لما حصل لك كده في الجامعه هو ده شبه اللي احنا بنعمله هنا في الفيلم، عشان يلاقي المدخل اللي يمسه هو الشخصية. عشان يستحضر من ايام صحيح. كليه فنون جميله والزمالك ومع بيوم وفؤاد واحمد امين والتاريخ ده كله يعني فنون جميله بالذات من طلعت مجموعه من المبدعين جمعتهم الفكاهه وخفه الدم، وكان التحول بتاع الفنان ماجد المصري ماجد الكدواني تحول كبير جدا. طبعا. استاذ ماجد انت شايف الفيلم ده هيبقى فيلم مهرجانات ولا فيلم مهرجانات وجماهير؟ الاول عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني بالذمه يعني بعد الكلام اللي قاله الاستاذ عمرو ده مش لاقي حق احبه واعمل معاه ثلاث افلام بصراحه. طبعا كلنا بنحب عمرو كمان، يعني عايزين افلام كان هو بيحب السينما جدا طبعا. لا فيلم بره المنهج طبعا، فيلم انا شايفه، انا احساسي يا استاذ خيري احساسي انه فكره افلام مهرجانات وافلام تجاريه الموضوع بقى قل قوي. ما بقاش عندنا الفكره دي، احنا النهارده بنعمل فيلم حلو مصدقينه، بنوصل من خلاله رساله، بنحترم من خلاله مشاعر ووجدان المتفرج وفكره، وفي النهايه يروح مكان ما يروح لان ده في النهايه فن. انا يعني مش هقول لك ضد التصنيف، بس حسيت ان عندي احساس اليومين دول ان التصنيف ده ما بقاش متواجد قوي زي زمان. يعني بس احنا لقيناه بيطلع علينا جدا يا استاذ ماجد مع فيلم ريش لو تتذكر حضرتك، انه قد اتكلموا معانا لما حصل ازمه وقالوا ان الفيلم ناجح جدا. حفظي كان معانا من يومين اتكلم في نفس الموضوع، قال لا مش فيلم جماهيري يعني بالظبط على بره المنهج، لا على ريش. على ريش في افلام يعني خلينا نبعد عن تصنيف مهرجانات وتجاري، لكن في افلام حاله يعني تقول عليها فيلم ارتستيك فني قوي. ومن حق اي مؤلف واي مخرج انه يعبر عن خياله وابداعه باي شكل من الاشكال، لكن نقدر نقول انه في افلام فنيه قوي او حاله خاصه ارتستيك قوي، وفي افلام تجاريه يعني لان هي في النهايه اسمها صناعه سينما، صناعه يعني لازم هصرف فلوس عشان اجيب فلوس، ما احنا مش هنعمل طبعا عشان نتفرج عليها خمس ست نفر في اوضه يعني واخد بال حضرتك طبعا صحيح. هي اسمها صناعه سينما، الصناعه يعني لازم تجيب فلوس. في النهايه هو كل اللي بنقدر نعمله ان احنا بس نعبر بشكل محترم وبشكل متصدق، نحترم في فكر المشاهد، والفيلم يوصل لانه في النهايه فن، ما في يعني فن ما فيهوش واحد زائد واحد يساوي اثنين. نتمنى تحققوا الاثنين امين يا رب، نجاح في السينما ونحتفل بعد نجاح الفيلم في مهرجان البحر الاحمر ان شاء الله يا رب ان شاء الله باذن الله. سائل جدا انه بره المنهج هيعمل الحاله دي يا استاذ ان شاء الله. واحنا حضرتك تكون معانا هنا بنحتفل معاك ان شاء الله بالجوائز وبالنجاح الجماهيري الاثنين مع بعض. استاذ ماجد ليا الشرف يا فندم، سعدة بيك دايما وسعدة جدا حضرتك شاركتنا بالمداخله دي في وجود الاستاذ عمرو، نشوفك دايما على خير امين يا رب، وحضرتك كمان مع السلامه.